بالنسبة للشارع الممتد من دورة عثمان المصلي إلى دورة باب البيض، تقوم كوادر بلدية الموصل بإعادة التأهيل الكامل، يشمل عمل أعمال صب الأرصفة وكذلك بناء القوالب الجانبية ورصف بهارتون، وبالنهاية إن شاء الله أعمال القشط وإكساء الشارع بالكامل. يعني ربما بعد افتتاح العمل هذا سيفتتح جراج بغداد. نعم، هو تهيئة لافتتاح جراج بغداد، مستمر عمل إن شاء الله خلال الفترة القريبة القادمة، ينجز العمل قبل الفترة المحددة.